تقوم وزارة التجارة حاليا بتطوير خطة وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص كجزء من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذا ضبط قائمة المنتجين والكميات المستوردة والمصدرة عن طريق قاعدة بيانات لتوجيه الإجراءات والسياسات المستقبلية، حيث سنتمكن من تقييم الوضع الحالي بالإضافة إلى التحديات الرئيسية في القطاعات المختلفة بما يتماشى برامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين.